وممكن نتبرع بربع المبلغ، يعني خير. فعلا؟ فدي اقنعتيني، احنا كده مش بنسرق، احنا بنعمل عمل خير وهنكسب ثواب كمان. بالظبط. بالظبط. ايه يا متخلفه انت؟ انت سامعه نفسك بتقولي ايه؟ ماسكات ومسدسات ونسرق؟ لا، واضح ان الافلام اتفرجي عليها دي لحست دماغك. ولا انت شكلك اللي عايزه تفضلي هبله وعبيطه وجبانه. طبعا لما يبقى عندي عيال وبيت لازم ابقى جبانه، وانت كمان لازم تبقي جبانه. انت ناسي ان عندك ولد؟ انت متخيله نفسك تقدري تعيشي يوم من غيره لو اتقبض عليكي؟ ما انا فعلا هعيش من غيره. انت ليه بتقولي كده؟ اياد عايز يرفع عليا قضيه حضانه. بجد يا ندى؟ انا ما كنتش اعرف. طب ليه ما قلتليش؟ على الاقل كنت ادور معاكي على محامي. الفكره مش في المحامي، الفكره ان انا محتاجه فلوس كتير عشان اقدر اسيب الشغل واتفرغ لكريم، واعرف انقله مدرسه كويسه عشان لما اياد يرفع القضيه ما يكسبهاش. طيب عادي، نحاول نتصرف ونشوف نجيب لك مصاريف المدرسه دي منين. اكيد هنعرف نتصرف يعني. اكيد. والنبي تنيلي وخليكي في الاقساط اللي عليكي. ايه ده؟ ايه البت الجامده دي؟ بنت جامده نديوزه، في ايه؟ ما تخلينيش ابتدي اشك فيكي. وانا مالي يا اختي، دي موديل بتاعت الاعلان بتاع اجنس العربيات بتاع جوزك. بجد؟ وريني كده. دي مش موديل، دي السكرتيره بتاعته. السكرتيره؟ قلت لي جايب لانجيري بكام؟ 20,000. يا خيبتك يا خيبتك. قسم اللانجري. يعني مفيش طريقة تانية؟ أنا آسفة والله يا فندم، دي سياسة المحل، أنا ما أقدرش أطلع أي فاتورة إلا لو العميل هو اللي جه استلمها بنفسه. أيوة بس دي مدفوعة بالفيزا بتاعت جوزي. أنا آسفة والله حضرتك، كده هتعملي لي مشاكل. طب على الأقل ممكن تلاقي لنا بس القطعة؟ أنا آسفة برضه مش هينفع. طيب بصي يا أنسة سارة، أنا عاوزة أفهمك على حاجة. المشكلة إن الحاجة دي أنا كنت مخلية جوزي يشتريها لصاحبتي علشان فرحها، وأنا كنت مشغولة معاها قوي قوي في التجهيزات، فاكرة؟ أيام فرحها، وهو جابها لها وأنا ما كنتش شفتها يعني، وهي كانت عاجباها قوي قوي وكانت فرحانة بيها، بس للأسف بقى هي اتقطعت. المقاس علشان يبقى مظبوط كان هياكل منها حتة. أهم حاجة دي المقاس. طب ما حضرتك ممكن يعني تسأليها بنفسك؟ صح، انا فعلا ممكن اسالها بنفسي، بس ما هو للاسف انا مش عارفه اسالها بنفسي علشان هي عملت حادثه، فاكره؟ حادثه كبيره جدا، دخلت فيها التريلا وهي واقفه في الزفه لانه كان اوت دور الفرح. مش قادره افتكر، مش قادره فاكره. التريلا كانت قد كده، كبيره جدا يعني، دخلت فيها وهي دلوقتي في غيبوبه. غيبوبه جامده طحن. حتى كل حاجه اتطحنت جوه العربيه يعني، مفيش حاجه فضلت. يا عيني حالتها صعبة جدا، مش عارفين هتقوم منها ولا لا. لا يا ندى، خلي أملك في ربنا كبير، إن شاء الله بس أنت هتقوم وهتفوق وهتلبس اللانجري ده تاني، صح؟ مشكلة إنها كانت لابسة اللانجري ده تحت فستان الفرح، ده لانجري بتاع يوم الفرح. لما دخلت العمليات اضطروا يقصوا فستان الفرح باللانجري اللي تحتيه. مش قادرة أفتكر المنظر، مش قادرة. عشان كده احنا محتاجين نجيب لها زيه بالظبط، عشان لما تقوم بالسلامة تحس ان مفيش أي حاجة حصلت. ربنا يقومك بالسلامة يا بوسي. بسنت، ما احنا بندلع هنقول لها يا بوسي. أيوه بوسي. طب بصوا، أنا هقول لكم على حاجة. أنا بصراحة القصة دي فكرتني بواحدة صاحبتي زمان قوي، كانت راكبة مع صاحبها على المكنة وماشيين على كوبري الخشب، اتقلبت بيهم المكنة وماتوا. الله يرحمها. وكانت لابسه اللانجري برضو؟ لا ما كانتش لابسه. الحمد لله. بس انا بصراحه كان نفسي اساعدكم، بس انا مش هقدر اساعدكم ولا هقدر اطلع لكم الفواتير. بس انا ممكن اوريكم الحاجه اللي هو جابها لها وتجيبوا زيها بالظبط. يا ريت. ماشي، هروح اجيبها. شكرا. ايه رايك صدقت الخطه؟ انا اتأثرت بجد.
فوق ما تطلع الحاجة بتاعتك انت. يا رب. قلقانة. كيف هتطلع بتاعتي؟ مقاسي. جاية جاية. هما دول. دول اكس مول حبيبتي. دي اكس مول. ازاي استحملت التريلا؟ بس امي شوربه لازم تاكلي لو سمحتي. انتي ما اكلتيش حاجه وهتتعبي وعماله ترجعي. دوقي. قلت لك عليها ملح وفلفل. ممكن اعصر لك ليمونه كمان زي ما بتحبي. انت ممكن تاخدي واحده لو سمحتي. ايه ساعه عشان تفتحوا الباب؟ بقول لكم ايه، انا جبت دونتس وادم عنده شغل. ويلا بقى شوف نتفرج على ايه. في ايه؟ مين مات؟ في ايه؟ مين مات؟ نادر. نادر مات؟ طب هي زعلانه ليه؟ خانها مع السكرتيره. ايه؟ خانها مع السكرتيره يا ابن الكلب. طب والله العظيم انا حاسه من الاول وبقول لكم وانتوا ما تسمعوش كلامي. صح؟ صح؟ هادي. معلش يا حبيبتي انا حاسه بيكي. معلش معلش. طب قولي لي عايزه ايه؟ طيب شاكوش. ايه؟ حاضر. ندى حبيبتي شغالي لها حسن شاكوش. عايزه شاكوش. تمام. حاضر. منين؟ تنكسر معايا؟ لا 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 لا، دي مر عليها، احنا مالناش دعوه. واحده ايه؟ في واحده تانية؟ الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ ايه اللي معاك في الضلمة كده؟ عادي، عايز اعرف الواحد بيحس بايه ومستخبي في الضلمة. حس ايه مستخبي في الضلمة؟ مش فاهم. مش مهم تفهم، المهم ان انا فهمت. فهمت يعني ايه تبقى عايش مع بني ادم في بيت واحد انت ما تعرفش عنه حاجة ابدا. بس ما هو فيه. استهبلش يا نادر، انا عرفت كل حاجة. بس مش شايف ان 20,000 جنيه كتير شوية على لانجري؟ طب كنت تسألني، كنت ممكن اقولك على محل تاني ارخص تجيب منه. ارخص؟ بس ما خلينا فاهم. مش عايز افهم حاجه. انت خلاص يا نادر، انت مت بالنسبه لي. ومش دلوقتي بس، احنا علاقتنا اصلا خلصت من زمان قوي. بس انا ما كنتش واخده بالي. معلش بقى، كنت مشغوله في تربيه عيالك. بس انا عايز افهمه دلوقتي. قسط البيت ما اتدفعش ليه من 5 شهور؟ هدفعه، بس أنا كان عندي مشاكل في الشغل. مشاكل في الشغل؟
مشاكل في الشغل تخليك ما تدفعش قسط البيت اللي عايشين فيه مراتك وعيالك، ورايح تصرمح مع واحدة قد ولادك؟ هو ده الشغل؟ الحكاية مش كده خالص. الموضوع ان انا كنت واخد سلفة كبيرة من واحد صاحبي عشان استورد عربيات مستعملة وكسر زيرو من بره مصر، الاسعار غاليه وخسرت خسارة كبيرة قوي. طز في الشغل وطز